تباركا طبعا يعني بالناحيه دي عشان يحاولوا يطلعوا انه المنتخب محسود، يعني يقال كده، يعني مش عارف ايه القصه دي. مع يعني انا عارف ان في بعض الدول بتؤمن جدا بموضوع الاعمال وبتؤمن جدا بموضوع التفاؤل بحاجات معينه، وفي ناس بتؤمن بالحسد وفي ناس بتؤمن بالاعمال، وده عندنا هنا في مصر. وعندنا كمان يعني عندنا في مصر انا لينا مواقف كتير جدا مش عايز طبعا اروح طبعا، ليها، ده بس في في ناس كتير مدربين بتؤمن. زباين دائمين عند مدعين دجالين، انا مش هقول شيوخ والحسد وفي والكلام ده، حاجات هو ده بتحصل دجال في الماتشات وعلى بنشات على الدكه بتاعت الاحتياطي وعلى وميه وعلى الجول بتتحدف وعلى وحاجات. الشبكه، حاجات دي بتحصل كتير. يعني احنا اقصى حاجه زمانها زمان لما كانوا بيرشوا الملعب سكر وليمون زي ثلاثي اضواء المسرح، لكن المايه دي جديده. بص، هو طبعا انا حتى من خلال تجربتي، يعني لما بكتب حتى على السوشيال ميديا وبعمل حاجات ليها علاقه بالبعد العربي، بتكلم مثلا عن منتخب الجزائر في اوقات، وبشوف كمان بتابع ناس بتتكلم او فيديوهات من برامج بتتكلم عن منتخب الجزائر والمغرب تحديدا، فبشوف دايما ردود افعال الجماهير الجزائري دايما داخله في سكه ان انتوا بتحسدوا. هم عندهم الكونسبت ده، بس ده ما حصلش. هو ممكن يكون ده مبادره جماهيريه مش رسميه، لان الاتحاد الجزائري والمنتخب الجزائري طلع بيان رسمي. تخيل الموضوع كبر للدرجه دي، انه طلع بيان رسمي ورد وقال ان ده مش حقيقي وما حصلش وما استدعيناش حد، واحنا يعني بنؤمن بقدراتنا وان هو احنا مفيش حد بيعمل كده هيطلع بيان رسمي يقول ان احنا عملنا برضو يا دكتور هو منير. احنا شفنا طبعا بعض الصور، يعني لم يتسنى لنا التاكد منه، لكن ده حاصل. وفي الجزائر تحديدا، وفي الجزائر والمغرب وتحديدا الجزائر اكتر، الموضوع ده موجود وعندهم ايمان كبير بيه. لكن طبعا مش ده السبب، مؤكد مش ده السبب، في تفسيرات كتير، والا كنا بقى بموضوع الحسد ده خدنا كاس العالم. منتخبات عربيه كل سنه تاخد كاس العالم، ما هو مجموعة الجزائر تهمنا لان احنا هنقابل واحد منهم، والحقيقة يمكن رغم انه الموازين اتقلبت وانه الجزائر اللي كنا متوقعين ليها صدارة، مش صدارة بس، احنا كنا متوقعين الجزائر اكتساح. هي الاقرب انها توصل يعني على الاقل نهائي، يعني منتخب حامل لقب، منتخب عنده كتيبة لجيل من اللعيبة، يعني بيفكرنا بجيل مصر في 2006 و2008 و2010، فكنا متوقعين ان الجزائر طبعا مكمله وان احنا هنخبط فيها لو قدرنا نتاهل عن مجموعتنا، ورغم كده الجزائر اقرب للخروج منها لانها تواصل المشوار. متوقع ترتيب المجموعه دي يستمر لغايه المرحله الاخيره بكره؟ والله خلينا نتكلم عن الوقت. طبعا المجموعه دي غرابتها ان الاربع منتخبات عندها فرصه انها تتصدر، والاربع منتخبات وارد جدا، يعني الجزائر وارد ان هي تخرج، سيراليون وارد ان هي تخرج، والفرقتين وارد ان هم يتصدروا المجموعه لو النتائج مشت بشكل معين. انا الحقيقه متخيل ان المنتخب الجزائري هيقدم عرض قوي بكره قدام كوت ديفوار، واتوقع ان منتخب الجزائر ممكن يحقق الفوز بكره، او على الاقل يخرج بنتيجه التعادل اللي هي طبعا مش هتصعده، لكن انا متخيل ان عرض الجزائر قدام كوت ديفوار هيكون عرض افضل. كمان كوت ديفوار عندها دوافع بعد طبعا التعادل الاخير في الثواني الاخيره المباراه اللي فاتت، عندها نفس الدوافع ان هي برضو تقدم مباراة قوية، فأعتقد هتبقى أفضل مباريات البطولة بكرة مباراة انا لسه كوت كنت هقول ديفوار لك انا متوقع والجزائر. انها تكون اقوى.